the first layer, the outer layer of the bone, which is called the periosteum, formed of osteoblasts. بها خلايا تسمى osteoblasts. الخلايا المكونة للعظم. هذه الخلايا وظيفتها أنه تسوي matrix vesicles. تفرز لنا مواد تروح للmatrix وتكون محاطة بحويصلات matrix vesicles. هذه matrix vesicles راح تتجمع مع الكولاجين فايبرز. كولاجين فايبرز ايضا ينفرز من الاوستيوبلاست كذلك والفايبروبلاست ايضا. فايبروبلاست والاوستيوبلاست لها القابليه على انتاج الكولاجين. فالكولاجين فايبرز مع الماتريكس فيزيكلز كلها تتجمع وثم يصير بها مينراليزيشن. مينراليزيشن يعني كالسيفيكيشن، عملية دخول الكالسيوم إلى هذه الحويصلة ويحيط بها، فراح تتكون هذه الصورة كأنه حويصلة فيزيكال ومحاطة بكالسيوم and matrix. Then the matrix becoming confluent، راح يتجمع مع بعضه، تقترب واحدة من الأخرى وتتجمع بين الفيزيكالز وتكون لنا mineralized bone، عظم كامل النمو. The bone formation اللي سمينا osteogenesis ممكن أنه يصير بوحدة من هذه العمليات. عندنا عمليتين يكون الـ bone formation، يا أما بطريقة الـ intramembranous ossification يعني التعظم الغشائي، أو endochondral ossification التعظم الغضروفي. الطريقة الأولى اللي هي intramembranous ossification، بهذه الطريقة الأوستيوبلاست الخلايا المسؤولة عن تكوين العظم راح يصير بها differentiation بشكل مباشر directly differentiate من الميزنكايم، والميزنكايم ماخذي أنتو بالإمبريولوجي أنه هو undifferentiated connective tissue cells، يعني هي نوع من أنواع الconnective tissue ولكنها undifferentiated، بعدها ما متمايزة بشكل كامل، فإلها القابلية أنه تتغير إلى أي نوع من أنواع الخلايا. فبهذه العملية راح تتغير إلى osteoblast، يصير بها differentiation إلى osteoblast، والosteoblast راح تبدي بإفراز مادة osteoid. osteoid شنو هو إذا ما سامعين به بالهيستولوجي؟ هو new matrix، الماتريكس الجديد لكنه يكون خالي من الكالسيوم. New uncalcified materials of matrix، وهذا يكون موجود ما بين طبقة الأوستيوبلاست والطبقة الخارجية للعظم، بين الأوستيوبلاست layer و pre-existing bone surface. والأوستيوبلاست layer هي دائما تكون أيضا قريبة من bone surface، فالbone surface الأصلي اللي كان موجود سابقا وطبقة الأوستيوبلاست اللي تكونت من الميزنكايم بيناتا راح تنفرز مادة تسمى osteoid اللي هي عبارة عن new matrix without calcium، ومن عدها تمر بمراحل متعددة إلى أن توصل إلى bone formation. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي يتكون بها البون تسمى endochondral ossification، التعظم الغضروفي. بهذه العملية هنا ما راح يتكون بصورة مباشرة، وإنما راح يتكون بالبداية مادة غضروفية الشكل وبعدها تتحول إلى عظم. فهنا matrix of the pre-existing hyaline cartilage، بالبداية أكو عندنا hyaline cartilage يعتبر precursor or source of the bone formation. هذا hyaline cartilage راح يكون ب erosion، راح يخترق من قبل الأوستيوبلاست، تدخل بداخل matrix of the hyaline cartilage، وبداخل الهايلان كارتلج راح تفرز مادة الأوستيويد اللي عرفناها بالعملية الأولى. إذن أكو تشابه بين العمليتين، الفرق أنه هنا بالعملية الثانية أكو هايلان كارتلج، بينما بالطريقة الأولى لا، فقط ميزنكايم يتحول مباشرة إلى أوستيوبلاست ومنه إلى بون فورميشن. فواضح الفرق بيناتهم أنه بالطريقة الثانية أكو هايلان كارتلج بالوسط. In both processes the bone tissue appear is called the primary bone. بالعمليتين العظم اللي راح يتكون هو عظم غير كامل النمو،
يسمى عظم بدائي or woven. woven كأنه منسوج، منسوج نسيج بدائي. primary bone هذا العظم اللي تكون اللي سميناه primary bone، هذا يعتبر temporary bone، عظم مؤقت يعني ما راح يبقى للأبد، وإنما راح يتغير. يتغير شلون؟ يصير له more development by lamellar bone، يسمى lamellar يعني راح يترتب بشكل طبقات، وهذا راح يسمى secondary or lamellar bone. إذن العظم الأول اللي تكون سميناه primary or woven bone، والعظم اللي تالي راح يصير به with further development يسمى secondary lamellar bone. خلال عملية النمو بعد من كبر الطفل، هسه احنا هاي العملية وين تصير؟ تصير يا اما بالامبريونيك لايف يعني بداية التكوين الجنيني للعظام، او محتمل تصير بعدين يعني بالادلت لايف اذا صار بون فراكتشر، اذا صار كسر في احد العظام ممكن هذا الكسر يتعوض بعظم جديد بطريقتين، يا اما الطريقة الاولى او الطريقة الثانية. اذا هذه تكون يا اما بالحياة الجنينية بالامبريونيك لايف or during adult life. فخلال عملية البون جروث اكو مناطق اللي بيها primary bone، والمناطق الاخرى اللي بيها resorption. resorption هو يعني تحطم او اعادة تصنيع العظم. areas of secondary bone كلها هذه appear side by side. اوكي، فاحنا من نشوف عظم كامل النمو خلال مراحل النمو مالته، كل هذه الطبقات راح تبين، راح تبين به طبقة من البرايمري بون وطبقة من السكندري بون، وبيناتهم طبقة من الريزوبشن يعني تحولها من البرايمري إلى السكندري بونز. فمثلا بالحالة الأولى اللي هي الانترا ممبريرس أوسيفيكيشن، إذا نلاحظ هنا بهذه الصورة نشوف أكو ميزنكايمال سيلز، كل هذه الخلايا اللي موجودة هي ميزنكايمال سيلز. تبدي هذه الميزنكايمال سيلز بالديفرنشيشن تتحول الى اوستيوبلاست. هذه الاوستيوبلاست راح تتجمع مع بعضها وراح تفرز مادة سميناها اوستيويد. اوستيويد هي عبارة عن ماتريكس لاير، كل شيء بيها، بيها بروتينز، بيها بروتيوغلايكنز، ولكن ما بيها كالسيوم. هذه الطبقة اللي من الاوستيوبلاست مع الاوستيويد فيما بينها تسمى اوسيفيكيشن سنتر، يعني مركز التعظم. اوكي، تحاط بكولاجين فايبرز، الكولاجين فايبرز مهم للاوسيفيكيشن ايضا. فهذه الصورة تبين عندي اوسيفيكيشن سنتر انسايد ذا ميزنكايم. الخطوة اللي بعدها تترتب الاوستيوبلاست بالمحيط، بمحيط الاوسيفيكيشن سنتر، وبالداخل راح تظهر عندي اوستيوسايتس الخلايا العظميه. هذه منين اجت؟ اجت ايضا من الديفرنشيشن اوف اوستيوبلاست. قسم من الاوستيوبلاست ممكن يصير بها ديفرنشيشن وتتحول الى مور ماتشور سيلز كولد اوستيوسايتس. اوستيوسايتس فاوند ان ذا سنتر اوف اوسيفيكيشن سنتر اند كالسيوم، كالسيوم والبرسبيتات بتوين راح يجي الكالسيوم هنا فيتكون نيولي كالسيفايد بون ماتريكس. بعدها راح يصير ترتيب، هذا الترتيب يتكون لاميلر بون. بالبدايه الصوره قبلها كان ووفن بون او برايمري بون، بينما بهذه الصوره صار عظم مرتب ونظام بشكل خارجي حتى تكون الاوستيوم تحتوي على اوستيوبلاست واوستيوبروجينيتور سيلز. الاوستيوبروجينيتور سيلز هي خلايا اندفرنشيتد، ممكن تتحول الى اوستيوبلاست وممكن تتحول الى اوستيوسايتس. والاطراف الداخليه من العظم راح تتحول الى كومباكت بونز، عظم صلب، و cavities inside this bone called spongy bones. وهذا هو secondary or lamellar bone. في عملية الاندوكوندرال اوسيفيكيشن يعني تكوين العظام من غضاريف،
بالبداية for most bones of the skeleton أكثر عظام الهيكل العظمي بالإنسان هي مكونة بهذه الطريقة. وكذلك تحدث بالفيتر لايف. In models made of hyaline cartilage as the following. إذن في الحياة الجنينية عملية تكوين العظام معظمها تكون بطريقة الاندوكوندرال اوسيفيكيشن. هذه تكون على شكل خطوات. الخطوة الأولى بالبداية يصير formation of bone collar، يتكون حافة عظمية حول الميدل اوف ذا كارتليج موديل. عندنا كارتليج غضروف متكون كامل، راح يتكون بالحواف مالته على شكل كولر، يعني شلون الياخة حول الكارتليج سنتر، يتكون بون and degeneration of underlying cartilage، والغضروف اللي موجود بالوسط راح يصير له degeneration. شلون يصير هاي العملية؟ يصير invasion of the resulting ossification center. بالبداية صار عندي ossification center، يعني الميزنكايم اللي موجود بداخل الغضروف يتحول إلى osteoblast، والosteoblast تكون osteoid، قسم من الosteoblast تكون osteocytes، يجيها كالسيوم وتكون ossification center. بعدها راح تدخل بيها capillaries، كابيلاريز مع osteoprogenitor cells حتى تكون البريوستيوم، تكون الحافة الخارجية للعظم اللي هي البريوستيوم. بعدها osteoid deposition by the osteoblast، الosteoblast قلنا تفرز هي مادة الosteoid، ثم يضاف لها كالسيوم يصير لها calcification of the woven bone. بعد الكالسيفيكيشن يصير ريموديلينج، لأن هذا العظم بعده هو نسميه عظم خام، حتى نرتبه يحتاج لريموديلينج، إعادة ترتيب وإعادة تهيئة، ويتحول إلى compact bone. The primary ossification center develops in the diaphysis. وين يصير the primary ossification center؟ يصير في body of the bone or shaft of the bones أو ما يسمى بالdiaphysis. شايفين أنتوا العظام؟ العظم مكون من نهايتين upper end و lower end، وبيناتهم body of the bone or called shaft of the bone، هذا هو الديافيسز، فيصير بالprimary ossification center along the middle of each developing bone. نعم secondary ossification center دور وين راح يصير؟ يعني مو فقط primary، وإنما راح أكون مراكز عظمية أخرى نسميها secondary ossification centers تصير بعدين بنفس الطريقة. شلون صار الـ primary ossification center؟ يصير secondary centers at the edges, at the ends of the bones and the epiphyses. Epiphyses is the upper or lower end of the bone. إذن راح يكون عندنا كل bone بـ primary ossification center اللي راح يكون shaft of the bone، وبكذلك secondary ossification centers ممكن واحدة ممكن أكثر تكون الـ ends of the bone. وذن الثنين الـ primary والـ secondary ossification centers تكون مفصولة، يعني ما أكو التقاء ما بين الـ primary والـ secondary ossification center، وإنما تفصل بـ epiphyseal plate، الطبقة من الغضروف نفس الغضروف الأصلي، هذا بعده ما يتحول إلى عظم، يبقى على شكل epiphyseal plate حتى ممكن أنه يزيد طول العظم المتكون حديثا، لأنه هذا الإبيفيزيال بليت إذا اندمجت، يعني البرايمري اندمج مع السكندري أوسيفيكيشن سنتر، هنا طول العظم راح يتوقف بعد يكون غير قابل للنمو. لكن إذا بقت الإبيفيزيال بليت بحالة الاندفرنشيتد، لا ممكن تنطي طول إضافي للعظم إلى أن يوصل إلى الطول المطلوب. The two ossification centers don't merge، ما يلتحمن قلنا حتى بالإبيفيزيال بليت إلى أن نوصل للطول المطلوب للعظم until the full stature is achieved. واضح؟ بهذه الصورة تبسط لنا عملية الاندوكوندرال أوسيفيكيشن. بالبداية عندي فيتال بون هو من نوع الكارتليج، طبعا عظام الجنين أكثرها تكون على شكل غضاريف بالبداية.
فمكون من هايلاين كارتليج. بداخل الهايلاين كارتليج هنا راح يصير عندي primary ossification centers inside the diaphysis بالشافت، يعني osteoblast هنا راح تتحول وتفرز osteoid، وبالخارج تكون periosteum. بعدها blood vessels capillaries راح تخترق ال ossification centers حتى تغذي، وكذلك تظهر عندي secondary ossification centers in the ends بال upper end وال lower end of the bone، وكذلك تخترق من الكابيلاريز ايضا. اوكي، تبقى البرايمري اوسيفيكيشن سنتر مفصول عن السكندري اوسيفيكيشن سنتر بابيفيزيال بليت. هذه هي الابيفيزيال بليت، تبقى الابيفيزيال بليت الى ان يكتمل نمو وطول العظم، الى ان نوصل للطول المناسب للعظم راح تختفي الابيفيزيال بليت وتتحول الى كومبليت ديفلوب بون. يبقى مكانها لاين فقط يسمى epiphyseal line. فإذا نأخذ X-ray of the newly born child، طفل مولود حديثا بعمر أيام أو شهر، المهم أقل من سنة، مثلا هذه ذراع لطفل، يد لطفل أقل من سنة عمره، نشوف عظامه بعدها غير كاملة النمو. مثلا إذا نركز على radius and ulna هنا نشوف مكون من طبقتين، من distal end of the bone مفصولة عن ال shaft of the bone، diaphysis مفصول عن ال epiphysis، وهذا الخط اللي بيناتهم هو epiphyseal plate، هذا نشوفه مفصول. فهنا واحد يشتبه يكون يقول احتمال هذا عنده fracture، يعني نهاية العظم مكسورة، بينما هي بالحقيقة لا، هذا normal لأنه ال epiphyseal plate بعد عنده غير كاملة النمو، إلى أن تلتحم الإبيفيسز مع الديافيسز هنا بالتقدم بالعمر، إلى أن يكتمل نمو العظم وبعد ما يحتاج أنه يطول أكثر. فتقريبا كل اللونج بونز بها هذا الشيء، مثلا عظام الميتاكارفالز، عظام الفالنجيز أيضا كلها بها إبيفيزيال بليتس. epiphyseal plate هذه هي، او ممكن نسميها growth plate، هي الصفيحة المسؤولة عن نمو العظام. وين مكانها؟ هذه هي plate of epiphyseal cartilage، هي بالحقيقة اصلها cartilage، وممكن نقسمها الى 5 zones. هذه الصفيحة اللي هي epiphyseal plate نقدر نقسمها، يعني نقدر نشوفها ايضا بالهيستولوجي اذا نفحصها تحت المجهر، نشوفها مقسمة الى 5 zones starting from the epiphysis side of cartilage. الطبقة الأولى أو الزون الأولى من هذه البليت نسميها resting zone. resting zone ليش؟ لأنه مكونة من hyaline cartilage with typical chondrocytes، يعني إذن هي غضروف نموذجي ما بأي صفة من صفات العظم، هو عبارة عن غضروف بchondrocytes. chondrocyte هي الخلايا الغضروفية. بعدها هذه الكوندروسايت راح تتضاعف، راح تنقسم وتتضاعف، يعني الوحدة تصير اثنين وهكذا تزيد بالزون الأخرى اللي نسميها proliferative zone. chondrocytes begin to divide، تنقسم rapidly and form columns of stacked cells، وتكون أعمدة من الخلايا الملتصقة مع بعضها parallel to the long axis of the bone. هذه الخلايا قلنا تكون ملتصقة مع بعضها فتكون أعمدة، هذه الأعمدة تكون موازية للمحور الطولي للعظم. بعدها بعد ما زاد عددها هنا راح يزيد حجمها أيضا، فبالزون الثالثة اللي هي الهايبرتروفيك كارتيلج زون هنا خلايا الكوندروسايت راح تنفخ تكبر حجمها swollen تنفخ. ليش تنفخ؟ لأنه السيتوبلازم راح يحتوي على accumulated glycogen. الجلايكوجين اللي موجود بداخل السيتوبلازم راح يزيد كميته فتنفخ الخلية. هايبرتروفي هذا الانتفاخ بالخلايا شو يسوي؟ يؤدي إلى compression of the matrix، راح يضغط على الماتريكس اللي موجود خارج الخلايا فيحول إلى thin septa between the chondrocytes، يكون من أشرطة أو خطوط رفيعة ما بين الكوندروسايتس. الزون الأخرى بعدها هنا راح ينضاف مادة الكالسيوم،
تسمى calcified cartilage zone. الكوندروسايت هنا راح تختفي بعد ما نفخت إلى حجم كبير، هنا راح تنفجر وتموت. هذه عملية موت الخلايا تسمى apoptosis. Apoptosis هو programmed cell death، موت مبرمج للخلايا، فراح تختفي ويحل محلها calcification، يكون مكانها كالسيوم in the septa of the cartilage matrix، بتكوين كريستالات من الكالسيوم تسمى hydroxyapatite crystals. هذه الhydroxyapatite crystals هي بلورات من الكالسيوم تكون محل الكوندروسايتس اللي ماتت بالأبوبتوسيس، وتكون مكانها فراغات. هذه الفراغات راح تملأ بالكالسيوم. بالطبقة الأخيرة الزون اللي هي الأوسيفيكيشن زون، منطقة التعظم، بون تشو فيرست أبير، هنا يظهر نسيج عظمي لأول مرة. بعدها تجي شعيرات دموية كابيلاريز، وكذلك أوستيوبروجينيتر سيلز. منين جاي الأوستيوبروجينيتر سيلز؟ من البريوستيوم، من سطح العظم. From the periosteum invade the cavities left by the chondrocytes. كوندروسايت بعد ما ماتت تركت فراغات بمكانها، هذه الفراغات راح تنملي بأوستيوبروجينيتر سيلز تجينا من البريوستيوم وتحل محلها. Many of these cavities will be merged. قسم من هذه الكافيتيز أو أكثرها راح يلتحم مع بعضها ويكون bone marrow cavity، يعني راح يكون الكافيتي المركزية في داخل العظم التي تحتوي على نخاع العظم اللي هي المارو كافيتي. الاوستيوبروجينيتر سيلز فورم اوستيوبلاست. بعدين هذه الاوستيوبروجينيتر سيلز بعد ما كملت شغلها راح يصير لها ديفرنشيشن، تتحول الى خلايا اكثر تطورا اللي هي الاوستيوبلاست. اوستيوبلاست ايش راح تسوي؟ راح تستقر على شكل ديسكونتينوس لاير، طبقه غير مستمره او غير متصله over the septa of calcified cartilage matrix، على الغضروف اللي انضاف لمادة الكالسيوم. Osteoblast deposit osteoid، ثم راح تبدي بإفراز مادة الأوستيويد اللي هي matrix new matrix without calcium over the specules of calcified cartilage matrix، بداخل الماتريكس مالت الكارتيلج. أوكي، وهنا راح يتكون the primary bone or the woven bone. فهذه صورة تلخص الكلام اللي ذكرناه. Zones of the epiphyseal plate، هذه هي الepiphyseal plate ومكونة من 5 zones. The first zone called resting zone هي عبارة عن a typical cartilage. ثم zone of proliferating cartilage، الكوندروسايت تبدي بالproliferation ويزيد عددها. بالطبقة الثالثة لا راح يزيد حجمها النوب hypertrophic cartilage. بالطبقة الرابعة راح يضاف مادة الكالسيوم ويصير calcified cartilage، والطبقة الخامسة راح يصير ossification ossified cartilage، يتحول الكارتلج إلى bone. هذه العملية، عملية تحويل الكارتلج إلى bone أو البرايمري أيضا اللي هي membranous ossification، ممكن يرافقها بعض الأحداث المرضية. فعندنا disorders of bone formation، بهذه العملية إذا صار any abnormality or disease in this process of bone formation there will be abnormal consequences، يصير عندها بعض الأمراض. من هذه الأمراض الشائعة راح نذكر لكم بعض الأمراض الشائعة اللي تصيب عملية الأوستيوجينيسيس. فأول مرض راح ناخذه اسمه أكوندروبليجيا. أكوندروبليجيا هذه الكلمة الطويلة هي مكونة من 3 كلمات. أ الحرف الأول أ يدل على absence or abnormality، إذا فشي ما راح يصير النمو مالته فيرمز له بحرف أ. مثلا الطرف الاكستريميتي يعني الأبر لم أو اللور لم إذا نسميه ميليا، فكلمة أميليا يعني absence of the limb، وها أكوندروبليجيا يعني absence of cartilage formation. كوندرو يعني cartilage، بليجيا يعني abnormal growth، إذن هي absence of the normal growth of the cartilage. هذه مرض الأكوندروبليجيا هو مرض
congenital يعني ولادي يحدث أثناء الإمبريونيك لايف ويولد الطفل بهذا المرض and often hereditary ويمكن أن يورث من جيل إلى جيل آخر يصيب السكيليتال بون and cartilage إذن يصيب السكيليتال يتميز هذا المرض بأنه بدوارفزم أنه يكون الشخص المصاب بهذا المرض قزم قصير and bone deformity وتشوهات بالعظام وكذلك يصير ب disproportionate shortness of extremities relative to the trunk يعني قصر غير متناسق مع طول الجسم يعني تبين ايديه ورجليه اقصر من باقي جسمه و failure of proliferation and column formation of epiphyseal cartilage cells ليش يصير هذا الشيء لانه الابيفيزيال بليت اللي هي المسؤوله عن النمو الكامل للعظام يصير لها failure of proliferation يعني ما راح تتكاثر بالعدد لان يعني ذكرنا احنا واحده من الزونز اللي يصير بالابيفيزيال بليت هي البروليفراتيف زون هنا البروليفريشن ما راح يصير بشكل طبيعي وكذلك failure of column formation وما راح تتكون اعمده من الستاكت سيلز اذا تذكرون ذكرناها بعد يصير بي defect in the endochondral bone formation هذا المرض يصيب أكثر شيء endochondral bone formation يعني ما يصيب الممبرينس وإنما أكثر شيء يصيب العظام long bones اللي تتكون بطريقة endochondral bone formation فلهذا راح يأثر على longitudinal growth على النمو الطولي للtubular bones اللي هي long bones فاللونج bones راح تكون أقصر من طولها الطبيعي لهذا كل الجسم راح يكون أقصر من طول الطبيعي فلهذا يكون الشخص دوارف قزم بعد يصير بها epiphyseal growth plate is thin أصلا هي تكون thin ليش thin لأنه قلنا proliferation قليل few cells in the proliferative zone وhypertrophic cartilage cells form irregular columns لأنه الكوندروسايت ما راح يصير بها division وproliferation والهايبرتروفي ايضا راح يكون انه فقط irregular columns يعني اعمده غير منتظمه لان احنا قلنا الاعمده اللي تتكون تكون على شكل موازي لطول العظم بينما هنا بهالحاله لا راح تكون بشكل مخربط بعد بالانكودروبليجيا عندنا حالات تكون severe cases وبعض الحالات تكون mild cases in the severe cases of achondroplasia there will be death ممكن تؤدي إلى موت الإنسان فمثلا هذه الصورة هنا عندكم على اليسار هذا شخص كامل النمو ولكن طوله أقصر من الطبيعي وإذا لاحظ طول اليدين والساقين يبين أقصر من طول باقي الجسم ويتميز بـ large head رأسه أكبر بحالات السيفير كيسز يعني كل العظام تتأثر لا هذا ممكن يؤدي إلى death death during intrauterine life or after birth يعني أما أصلا ينولد هو ميت أو لا ينولد حي وبعدين يموت بالشهر الأول من الولادة وبحالات الأخف تكون milder cases لا ممكن يعيش الشخص survive and comprise the commonest type of adult dwarfism وهذا أكثر سبب يؤدي إلى تقزم إذا شفنا أقزام أكثر سبب يؤدي إلى التقزم بالإنسان هو حالة الأكوندروبليجيا تقريبا يكون طوله أقل من 4 feet أقل من 4 أقدام يعني تقريبا متر وعشرين متر وثلاثين سنتيمتر مو أكثر بعد ما يوصل أكثر extremities are very short أطرافه تكون جدا قصيرة لهذا الحالة تسمى ميكروميليا كلمة ميليا تدل على الإكستريميتي اللمز يعني الأطراف وكلمة micro يعني small فإذا يحتوي على small limbs relative to the trunk إذا نقيسها مقارنة بالجسم تبين أقصر بينما الهيد اللي هو cranial vault is large لا رأسه كبير لأنه bones of the skull هذه تتكون بالintramembranous ossification مو بالendochondral لهذا membranous ossification يتأثر بشكل أقل فيبقى مالته طبيعي فيبين رأسه أكبر. Intramembranous ossification is not affected. شوفوا الممبرانس ossification ما راح يتأثر. Periosteal new bone formation by osteoblast is not impaired. وكذلك الperiosteum أيضا ما راح يتأثر. ف
فإذا أخذنا عظم من عظام هذا الشخص راح نشوف البريوستيوم مالته طبيعي، ولكن داخل العظم لا، مكون بصورة غير طبيعية. الحالة الثانية اللي هي أقل من الحالة من الأكوندروبليجيا تسمى Osteogenesis Imperfecta، يعني Imperfect Osteogenesis، هذه باللاتيني يقدمون ويأخرون، فأوستيوجينيسيس إمبرفكتا يعني بريتل بونز، العظام الهشة. هذه تعتبر رير هيريتابل اند اوفن كونجنتال ديس اوردر، ايضا هي وراثيه هذه الحاله، وكذلك خلقيه يعني تتكون من الامبريونيك لايف، ولكنها رير اقل من الاكوندروبليجيا. هذا تتميز بانه البون يكون فراجايل يعني هش، سهل الكسر، which predisposes to fracture and deformity، يعني سهل الكسر، وحتى من ينكسر ما راح يلتئم بصورة صحيحة فيكون تشوهات، بالإضافة إلى other connective tissue abnormalities. مو فقط connective tissue of the bone يتأثر بهذه الحالة، وإنما حتى connective tissue of the eyes راح يتأثر، فبالآيز تبين الشخص عيونه كأنه blue sclera، البياض مالت العين اللي هي طبقة السكليرة يبين لونها بلو كلر، يعني ما إلى اللون الأزرق، لأنه الكونكتيف تشو اللي بداخلها يكون ويك. وكذا إيرز أيضا شكلها، لأنه غضروف مكونة هي الإيرز، فشكلها أيضا راح يكون أبنورمال. تيث كذلك، الأسنان راح تتأثر، الجوينتس راح تتأثر، وسكن، كل هذه الأورجنز بيها كونكتيف تشو، مثلا كولاجين بيها، الكولاجين هو اللي راح يتأثر هنا بهذا المرض، فراح يأثر على الجسم. السبب الرئيسي لهذا المرض underlying cellular defect lies in abnormal collagen synthesis by osteoblast and fibroblast. إذن سبب المرض هذا osteogenesis imperfecta أنه عملية تصنيع الكولاجين موجود، هذا راح يكون يصنع بصورة غير طبيعية، فكل تتأثر اللي هي البونز، الايز، ايرز، تيث، جوينتس، سكين الى اخره. هذه الحاله الاوستيوجينيسيس امبيرفكت عندنا نوعين، تو مين جروبس بيد ابون ذا ايج اوف اونست اند كلينيكال سيفيرتي، بالاعتماد على العمر اللي يبدي به هذا المرض، وبالاعتماد على الكلينيكال سيفيرتي شده المرض، راح تبين عندنا حالتين من الاوستيوجينيسيس امبيرفكتا. كل ما كان العمر اقصر يعني في مراحل مبكره من النمو، وكل ما كان السيفيريتي ماله اشد، هنا راح تبين عندي الحاله اخطر. لا والله تاخرنا بالعمر، يعني انه الطفل احتمال اكتمل نموه بصوره طبيعيه وبعدين تاثر، فهنا الحاله راح تبين مايلد اخف وممكن يعيش حياته طبيعيه. صح هو راح تبين عظامه اضعف من باقي الاشخاص، ولكن ممكن انه يعني يعيش حياته بصوره شبه طبيعيه. ليش؟ لانه راح يتاثر بمالتيبل فراكشرز يوجوالي بريزنت ات اور بيفور بيرث، احتمال داخل الرحم بعد هو بالامبريونيك لايف ويصير له فراكشرز، او بعد الولاده، وهذه العمليه اذا كانت بالانترايوترين لايف تكون فيتال، يعني هو بداخل الرحم ويتكسر عظامه، فممكن تؤدي الى وفاته. بعض الحالات اللي يصير بها ديزيز اكسبريشن از ليس لما يولد الطفل بصوره طبيعيه، هذا يبين، هذا احتمال ينولد بصوره طبيعيه وما يبين عليه، ولكن بعدين من نسوي له اكس راي تو ذا بونز يبين البونز ما جايل فراجايل، يعني هش، يعني كميه الكولاجين بي اقل من الطبيعي، فاذا تؤدي الى فراجيلتي اوف بونز اند مالتيبل فراكشر اوف لونج بونز، وكذلك العظم بعد ما ينكسر ما راح يلحم بصوره طبيعيه، فيسوي ديفورميتيز.
caused by fracture, healing with poor alignment and weak callus. لأن العظم قلنا إذا انكسر ما راح يلتئم بصورة طبيعية ويؤدي إلى تشوه العظام. فمثلا بهذه الصورة اللونج بونز هنا بهذا الطفل التيبيا هي اللي مكسرة بأكثر من مكان مكسور وملتحم بصورة غير طبيعية، لأن لهذا تشوفون الساق مالته شلون ديفورم مشوهة. المرض الآخر اللي يصيب العظام هو مرض الأوستيوبيتروسيس. كلمة بيتروسيس يعني تصخر، شلون العظم الصخري يعني ماربل بون ديزيز، عظم الصخري أو الرخامي أو العظم المرمري، يعني شلون المرمر. أوستيوسكليروسيس تصلب العظام، تصلب أكثر من اللازم. هنا هذا المرض عكس الأمراض السابقة، هناك كانت العظام تكون أضعف هشة، ولكن بهذا المرض لا، بالعكس العظم يكون أكثر تصلب. هذا هو أيضا rare hereditary and usually congenital، أيضا وراثية وتتكون بالإمبريونيك لايف disorder of skeletal development. هذا تتميز بأنه تكون ماسف، يعني العظام تكون سميكة but fragile، سميكة طبيعي ولكنها معرضة للكسر أيضا. Expansion and thickening of long bones of the extremities. العظام الطويلة اللي موجودة بالجسم تكون thick وexpanded، يعني توسع أكثر، حجمها أكبر من الطبيعي وسمكها أيضا أكبر من الطبيعي. Mark thickening or cortical and medullary bone. العظم الطويل الذي يحتوي على bone marrow cavity هنا راح تكون أقل، يعني الكافيتي اللي بداخل العظم تكون أقل. ليش؟ لأنه العظم راح يكون السمك أكثر على حساب المدلة اللي بداخله، فهنا راح يصير concomitant reduction of the bone marrow space. البون مارو سبيس اللي يحتوي على نخاع العظم البون مارو يكون أصغر أقل، فهذا راح يؤدينا إلى severe and fatal anemia. لأن مثل ما تعرفون البون مارو شنو وظيفته؟ blood cells formation، يكون خلايا الدم وخصوصا الريد blood cells. فإذا البون مارو هنا المكان مالته أقل، الكافيتي أصغر، يعني كمية البون مارو أقل، يعني معناها ما راح يقدر يكون خلايا دم بصورة طبيعية، فراح تقل عندنا الريد blood cells ويؤدي هذه الحالة إلى فقر دم شديد، أنيميا ممكن تكون fatal. سبب هذه الحالة هو unknown، غير معروف، يعني ليش يصير العظم بهذه الطريقة. ولكن يعتقد أنه pathogenesis appears in the function of osteoclasts. يعتقدون أنه سبب هذه الحالة الخلايا المسؤولة عن الـ remodeling of the bone اللي هي الـ osteoclast، الخلايا الهادمة يعني العظم من يتكون هي تشذبه، يعني ترتبه بشكل الشكل الطبيعي. المراكز العظمية الزايدة هي تهدمها وتحاول تخلي العظم بشكله النهائي الطبيعي. And remodeling يعني إذا صار كسر بالعظام تحاول ترتب بعد عملية and decrease the bone marrow cavity. In osteopetrosis, تقريبا all bones are affected، يعني كل العظام تتأثر. Significant changes occur in the bones which are formed in cartilage. أكثر شيء يتأثر هن العظام اللي تتكون بطريقة الendochondral ossification. Long bones bones show great increase in density. السمك مالتها والكثافة مالتها تكون أكثر.
مارو كافيتي يزيد سمك العظم من الخارج ولكن البول مارو كافيتي من الداخل تقل. اند هافرسيان سيستم وهذا ماخذيه بالهيستولوجي اوف سيستم من هافرسيان كانال. ايضا الهافرسيان كانال اصغر حجمها يكون او ماكو اوبليتريشن تختفي احتمال. هذا يؤدي الى ريدكشن اوف ذا مارو، كميه النخاع اللي موجوده في داخل العظم تكون اقل، اذا راح اذا الجسم اللي يعوض عن هذا فقر الدم اللي حاصل راح اكو انسجه خارج العظم اللي راح تكون الخلايا الدم، مثلا سبلين، مثلا ليفر، فاذا راح يؤدي الى انه السبلين يكبر حجمه اكثر من الطبيعي حتى يصنع خلايا الدم حتى يعوض النقص الحاصل من البون مارو. يؤدي الى حاله السبلينوميجالي يكبر حجمه. ايضا and large lymph nodes، حتى الليمف نودز ايضا يكبر حجمها لانه ممكن blood cells formation، يعني تريد تعوض بتصنيع خلايا الدم بدل البول مارو. وجود هذه الحالة الـ osteopetrosis presence and persistence into adult life إلى يستمر هذه الحالة إلى مرحلة البلوغ يكون بها speculules of calcified cartilage which would have been resorbed وريبليسد اند ريمودلد بريباراتوري تو اندوكوندرال اوسيفيكيشن. يعني الكارتيج اللي صار له كالسيفيكيشن راح يصير بعدين ريزوربشن، يعني يقل حجمه ويتحول الى اندوكوندرال اوسيفيكيشن، يعني حتى الغضاريف اللي موجوده في الجسم كلها راح تتحول الى عظام، بحيث ما عنده ضاريف هذا الشخص، يعني حتى حركته هنا راح تتاثر. يعني احنا شلون نتحرك؟ نتحرك بالمفاصل، لازم عندنا مفاصل ما بين العظام، وهذه المفاصل تحتوي على كميه من الكارتلجز. الكارتلجز اللي موجوده بالجوينتس ايضا راح تتحول الى بونز، فتخيل انه واحد المفصل ماله عظمي كل عظام ما عنده مفاصل، شلون حركته راح تكون؟ حركته جدا صعبه ما يقدر يتحرك. These changes reflect a basic defect in the function of in the resorption and remodeling of mineralized epiphyseal cartilage. ذكرنا هذه الحاله انه السبب الرئيسي لهذا المرض هو abnormal function of osteoclast، خلايا الهادمة للعظم هي السبب، تكون وظيفتها غير طبيعية. وظيفتها شنو؟ resorption and remodeling of the mineral. فنلاحظ بهذه الحالة أنه الاوستيوكلاست وكذلك الاوستيوكلاست تكون fewer in number، عددها أقل من الطبيعي. Bone tissue is largely woven bone، يبقى النسيج هو الووفن بون او برايمري بون لانه المسؤول عن تحوله الى سكندري بون، وكذلك يكون فيري ليتل اوف ات از ريمودلد، يتحول الى سكندري بونز اند ريبليسد باي لاملا بونز. اوكي، هو يتحول الى حاله السكندري بونز. على الرغم من انه العظام تكون ماسيف يعني سميكه، ولكن البون از اوف بور ستراكشر اند ايزيلي فراكشرد. صح هو تشوف العظم سميك جدا، يعني تتوقع انه هذا راح يتحمل الصدمات ويتحمل الكسر، ولكن بالعكس هو هش ضعيف جدا. صح يعني بس تشوفه بسهوله. بعد من الديزيزز اللي تصيب العظام في حاله الديكسفيكيشن بونز، نقص الكالسيوم الموجود بالعظم، هذا ايضا ممكن يكون بسبب الاحتمال يعني كميه الكالسيوم الداخلي. مثلا الشخص يكون poor appetite، ما يشتهي ياكل، اكله كلش قليل، او الاكلات اللي تحتوي على الكالسيوم مثلا الحليب، البيض، التمر الى اخره من الفواكه والخضروات تكون قليله. او لا، احتمال السبب بداخل الجسم بسبب هرمونال افكت، مثلا الباراثايرويد هرمون، إذا ماخذين غدة الباراثايرويد هرمون، هذه هي مسؤولة عن الكالسيوم ليفل ان ذا بلاد، هذه وظيفتها تدخل الكالسيوم من البلاد إلى العظم. فإذا قل كمية الباراثايرويد هرمون بالعكس راح يصير الكالسيوم راح يطلع من العظم ويروح للدم. أوكي، فإذا صار excessive production of parathyroid hormone
راح يزيد من الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي intense resorption of bone and elevation of blood calcium راح يزيد كمية الكالسيوم بالدم راح يطلع الكالسيوم من العظم ويودي وين يودي للدم فراح يزيد كمية الكالسيوم and phosphate levels وهذه الحالة راح تؤدي إلى abnormal deposition of calcium وين راح يروح إذا بقى بالدم راح يروح للكدني بالكلية أو بالarteries بالblood vessels فيؤدي إلى arteriosclerosis وبالكدني راح يؤدي إلى crystals يصير عند الشخص رمل أو حصى داخل الكلية فقلنا احتمال السبب يكون nutritional deficiency of calcium يعني ما يأكل الكالسيوم الموجودة in decalcification of bones فالكالسيوم مين راح ياخذه إذا ما ياخذه من الأكل راح ياخذه من العظام عظامه هي اللي راح ينقص بها الكالسيوم وتكون susceptible to fractures تكون معرضة للكسر بسهولة Nutritional deficiencies بعد احتمال الكالسيوم deficiency يؤدي إلى incomplete calcification of the organic bone matrix لأنه إحنا قلنا bone matrix اللي هو بالبداية osteoid هذا ما بيه كالسيوم إلا يجي له كالسيوم راح إلا يصير complete calcification فإذا ما عندنا كالسيوم أصلا يصير incomplete calcification إذا صار نقص الكالسيوم during childhood مرحلة الطفولة هذه الحالة تسمى ريكتس الكساح بحيث البون ماتريكس doesn't calcify normally والإبيفيزال بليت becomes distorted by strains of body weight العظم راح يكون لين ما يتحمل وزن الجسم وكذلك فعالية العضلات بالجسم الحركة الزائدة للطفل بالإضافة إلى وزنه تؤدي إلى أنه البون جروس لولي ما راح ينمو بصورة طبيعية واحتمال حتى إذا نمو ما راح ينمو بشكل طبيعي أيضا فيكون ديفورمد مشوه وغير كامل النمو إذا صارت الحالة بالأدلت لا احتمال شخص كبير بالغ ولكن الكالسيوم ما انتقل كالسيوم ديفيشنسي إن أدلت هذه الحالة تسمى أوستيوماليشيا أوستيوماليشيا هي تشبه الريكتس الفرق بالاسم ريكتس كساح يصيب الأطفال أوستيوماليشيا لين العظام يصيب الكبار بالعمر هذا أيضا هو deficient calcification recently formed bone عظام مكونة ولكنها قليلة الكالسيوم partial decalcification of already calcified matrix الماتريكس بداخلها تكون قليلة فيؤدي إلى أنه العظام تكون لينة وأيضا سهلة الكسر المرض الأخير للعظام هو مرض الأوستيوبوروسيس هشاشة العظام أوستيوبوروسيس هذا أكثر شيء يصيب الأشخاص يعني بعد ما يعبرون منتصف العمر بعد 50 أو 60 سنة فما فوق هنا العظام مالتهم تكون thinner أضعف and more porous ومثقبة porous يعني مثقبة more porous as level of sex hormones begin to fall هنا يقول السبب احتمال نقص السex hormones هات الجنسية تبدي مستواها يقل مع التقدم بالعمر أكثر شيء هذا المرض يصيب الومن أكثر من المان النساء أكثر من الرجال ليش؟ لأنه يصير لهن rapid falling level of estrogen after menopause من توصل الأمرأة إلى مرحلة سن اليأس حدود 45 إلى 55 سنة هنا السكس هرمونز مالتها يكون rapid fall ينقص بصورة سريعة في البون density راح تتأثر reduced to a point where there is risk of fracture شنو علاقة السكس هرمونز بال bone formation يقول احتمال السكس هرمونز مثل البروجستيرون والاستروجين لها وظيفة على دخول الكالسيوم إلى البون ماتريكس يعني بالكالسيفيكيشن إذا قل السكس هرمونز المستوى الكالسيوم بالدم يقل ويريد يعوض عن العظم فراح يطلع كالسيوم من العظم إلى الدم فيسبب لنا هشاشة بالعظم As osteoporosis develops
collagen framework and deposited minerals are broken down much faster than they are formed. هنا راح يكون عملية يعني اما عملية نمو بالعظم او عملية هدم. من يصير عملية الاوستيوبروسيس كل وكذلك المينرالز اللي موجودة بالعظم يكون تكاثرية بنائها تتكاثر بصورة اسرع وتكوينها. يعني bone resorption exceed bone formation، عملية تحلل أو تحطم العظم تفوق عملية تكوين العظم. إيش راح يصير؟ medullary channels in the center of the bone becomes enlarged and gaps develop in the lamella making bone fragile. إيش راح يصير؟ راح يصير القنوات اللي داخل العظم اللي هي for medulla السنتر تكبر. هنا بالعكس يعني عكس الحالة اللي قبلها البتروسيس، هنا البون ماروكافيتي تكون أكبر من اللاملة اللي موجودة بالبون كورتكس، واضح؟ فلهذا يكون العظم هش أكثر فرجايل ومعرض للكسر بصورة أسرع. فمثلا هذه صورة للبون لكنها مرتبة، وحالة البون الأوستيوبروسيس لا، حتى اللاملة تكون بيرفوريتد والكافيتيز تكون أكبر. Hormonal effects of the bone during growing years في سنوات النمو lack of growth hormone. أكثر شيء يأثر على نمو العظام هو هرمونات الـ growth hormone اللي من تطلع لنا من البيتوتري. بالـ growth hormone راح يؤثر على الـ growth of the epiphyseal cartilage. يعني epiphyseal cartilage وهذه الحالة تسمى pituitary dwarfism، التقزم بسبب نقص هرمونات الغدة النخامية pituitary. إذا صار excess of growth hormone لا، إذا زاد إفراز الغدة النخامية يعني growth hormone زاد أكثر من الطبيعي راح يسبب excessive growth of long bones، يعني عظام راح تنمو بشكل أكبر، وهذه الحالة تسمى gigantism العملاقة، الشخص يولد عملاق أطول من الطبيعي. إذا حالة الأدلت هنا عملية بحالة طفولة، لكن إذا صار هذه الخربطة بالأدلت لايف increase in length doesn't occur، ما راح العظم لأنه العظم كامل النمو بعد ما راح يطول أكثر. ليش؟ لأن فيزيكال بليت فقط بالاطفال، فاذا طول العظم راح يبقى طبيعي نوت يعني ما راح يصير له لينكثنينج. ايش راح يصير؟ راح يصير البون انكريز ان ويث، سمك العظم او الأوسيفيكيشن سنتر. Precocious sexual maturity إذا صار البلوغ مبكر، precocious sexual maturity يعني بلوغ مبكر، قد يكون بسبب sex hormone producing tumors، قد يكون بسبب تفرز السex hormones بصورة أكثر من الطبيعي، يعني المفروض بحوالي السنة التاسعة من عمرها، الولد يبلغ بحوالي السنة 14-15 من عمره، لا احتمال هذا الشخص عنده أورام تفرز من هذا السنة فيؤدي إلى بلوغ مبكر. زين، فهنا الأوسيفيكيشن سنترز راح تظهر بصورة مبكرة فيصير retard growth because of premature closure or fusion of epiphyses. السكس هرمونز راح تؤدي إلى غلق الإبيفيزيال بليت، يعني إبيفيزيال بليت وين واصلة المفروض تبقى مفتوحة إلى أن يوصل طول العظم إلى الطول الطبيعي. هنا السكس هرمونز level مالتها أكثر من الطبيعي
فراح تسبب انه الابيفيزال بليت يتوقف النمو مالتها، فالعظام راح تبين اقصر او اصغر من النمو الطبيعي وما راح نوصل للنمو الطبيعي. سكس هرمون ديفيشنسي، اذا صار نقص بالسكس هرمون remain for a longer period leading to tall stature. إذا لا بالعكس صار نقص عندنا بالسكس هرمونز، يعني تأخر الشخص عبر وصل 18-19 سنة وهو بعده الابيفيزال بليت مالته راح تبقى مفتوحة والنمو مالت العظام راح يبقى مستمر، فراح يبين أطول من الطبيعي tall stature. الهرمون الثالث اللي يأثر على نمو العظام هو الثايرويد هرمون. إذا صار deficiency in the thyroid hormone هذه الحالة تسبب كريتينيزم اللي هي stunted physical and mental development، تخلف عقلي وتخلف بالنمو ايضا. كريتينيزم ايضا تقزم ولكن بسبب نقص هرمونات الغدة الدرقية. فمثلا بهذه الصور امثلة للدوارفيزم بسبب نقص الجروث هرمون من البيتويتري جلاند، فالشخص يبين قزم، شوفوا كأنه شايل لعابة بيده بينما هو هذا شخص كامل، او لا زيادة الجروث هرمون من البيتويتري جلاند تسبب جيجانتزم، شوف هذا شخص طبيعي وعلى يمين على يساره شخص عملاق، اوكي، لانه صار زيادة بالجروث هرمون during childhood قبل البلوغ، او لا نقص الثايرويد هرمون يؤدي الى كريتينيزم، شوفون شكله abnormal face يكون ريتاردد بالنمو، نموه يكون اقل، وكذلك منتال ريتاردشن احتمال يصير عنده تخلف عقلي ايضا. وشكرا جزيلا لاصغائكم، واذا عندكم اي سؤال تفضلوا. This session is no longer being recorded. الصوت يقطع بسبب ضعف الانترنت، ترى انا صوتي واضح بس اذا النت يمكم ضعيف فاكيد الصوت راح يوصل لكم ومقطع. المهم رابط المحاضرة هذه راح ادز لكم اياها ان شاء الله، حتى اي واحد ما سمعها بصورة صحيحة او ما لحق يفتهم من عندها يقدر ياخذ الرابط ويسمعها وحده. نعم أسمع التسجيل قبل لا أرسله لكم. نعم إن شاء الله. أي سؤال عندكم أنا حاضر وبأي وقت ممكن تراسلوني على أي وسيلة، يعني مو إلا هسه احتمال ما محضرين أسئلة من تقرأ المحاضرة وتريد تفتهمها وواجهت بعض الصعوبات ممكن تدز لي الأسئلة وأجاوبها أنا وتدللون. أتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. Goodbye.